أدركت الفصائل المسلحة أن هنالك ردة فعل أمريكية وحتى دولية تجاه تحركاتها وهجماتها على القواعد أو حتى تهديدها للبعثات الدبلوماسية، لذلك هي لا تريد أن تكون جزء من المعادلة أو من الصراع القائم في الشرق الأوسط. هنالك ردة فعل أمريكية في هذا الجانب، وهنالك موقف حكومي يتبنى خيار الدولة ويمنع توسيع دائرة الصراع أو جعل العراق جزء من هذا الصراع، ومن يتمرد سوف يواجه عقوبتين، الأولى تتعلق بالموقف الحكومي ومؤسسات الدولة الأمنية وخططها في دعم وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. في مقابل ذلك الجانب الأمريكي بدأ بنصب منظومة دفاع قادرة على اعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة أو حتى كشف الوهمية منها، وبالتالي سوف تتكبد تلك الجماعات المزيد من الخسائر، لكنها في نفس التوقيت كانت تتعكز على ردة الفعل وتفاعل الشارع العراقي مع الأحداث التي تجري في فلسطين، وأرادت لفت الأنظار وتوسيع دائرة الصراع، وبالتالي هي تتصور أنها سوف تقلل يعني من الهجمة الانتقامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ويعني تعبر عن وجهة نظرها وتبعث برسائل ضغط حادة ومباشرة إلى المجتمع الدولي بأنها قادرة على إرباك المشهد في الشرق الأوسط. لكن بعد الموقف الحكومي أتصور أنها يعني استلمت الرسالة بشكل كامل وهي في طور مناقشتها، لذلك أتوقع أن تخفف يعني حدة الرد أو حتى عذرا تسمعني؟ نعم أسمعك جيدا. نعم نعم تخفف حدة الرد أو حتى يعني التصريحات المتعلقة بالموقف من الوجود الأمريكي في العراق، كونه وجود يعني محمي برعاية الدولة ومؤطر بأطر قانونية واضحة.